دعم المحروقات. غليان داخل نقابة الصحفيين بسبب الحملات التي تشنها صحف وفضائيات ضد أعضاء بالجمعيات العمومية. وفي النصف الثاني نتساءل أين تقف حقوق الإنسان في مصر تزامنا مع يومها العالمي. تابعونا. أهلا بكم. قال وزير البترول طارق الملا اليوم إن دعم المواد البترولية هبط إلى 7.25 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة مع 13 مليار جنيه قدرت في الموازنة ومقابل 23.25 مليار جنيه قبل عام. ولم يكشف الوزير عن مصير الفائض الذي سيتحقق في الموازنة العامة بسبب تهاوي تكلفة دعم المشتقات البترولية. على صعيد آخر، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 3.6% في نوفمبر بعدما سجل 3.1% فقط في أكتوبر الماضي. حول هذه الأرقام انضم إلينا الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي وخبير أسواق المال. دكتور وائل أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بيك. خلينا نقف قدام رقم التضخم في البداية، بما أنه الشهور اللي فاتت حدثت فيها على التوالي انخفاضات متتالية في التضخم، هذا الشهر يعود إلى الارتفاع وبنسبة ليست قليلة، يعني تقريبا 0.5%. تقديرك لماذا هذه الزيادة؟ لا، هو بالفعل تقريبا الارتفاع اللي حصل ده ارتفاع مستوى ثقة المستهلكين السنوي وليس الشهري. يعني احنا بنتكلم ان بالفعل التضخم الشهري نوفمبر انخفض عن شهر اكتوبر بقرابة حوالي 0.5%، وده كان مسجل بالفعل قرابة من حوالي 3.1 الى 2.7. ده فيما يخص التضخم، انما فيما يخص بالفعل ارتفاع مستوى ثقة المستهلكين هو ده اللي تم ارتفاعه لفترة المقارنة السنوية السنة اللي فاتت تقريبا عن قرابة تقريبا حوالي 15.6%. فبالتالي هنا اللي بيعبر عنه الرقم اللي هو اللي تم تصريح عنه اللي هو 3.6 او فيما يوازي 3.1 عن المعيار السنوي في الشهر السابق، هو بالفعل تقريبا ارتفاع مستوى ثقة المستهلكين داخل المدن وليس التضخم نفسه في حد ذاته. طب وده بيعبر عن ايه بالظبط عشان نبقى فاهمين برضو، لانه المصطلح ممكن يكون جديد على الناس شوية. بيعبر هنا ان في بالفعل السله اللي الدوله تقريبا بتقيس بيها بعض المعايير فيها خلل. يعني احنا بنتكلم النهارده ارتفاع الاسعار بالنسبه للاحتياجات الاساسيه للمواطن المصري بخلاف سله الغذاء، يعني احنا بنتكلم على مستوى الايجار زاد عنده، مستوى تكلفه الميه زادت عنده، مستوى التعليم زاد عنده، مستوى الصحه زادت عنده، مستوى اسعار النقل زادت عنده، مستوى الملابس زادت عنده، كل ما هو بالفعل النهارده معظم السله الخاصه بالنسبه للفتره الموسميه للمواطن المصري اللي هي في دخول فصل الشتاء وما ترتب عليه من تخفيف الدعم وما شابه ذلك، اصبح النهارده ده مرتفع بالنسبه لدخل المواطن المصري، وده اللي بيعبر عنه في ارتفاع اسعار ثقه المستهلكين في المؤشر ده نتيجه ارتفاع اسعار هذه السله. يعني احنا بنتكلم النهارده الثقه بتاعت المستهلك ما زادتش نتيجه الطلب الحقيقي، عشان نوضح بس المصطلح. أيوه. عشان يعني ده مش حاجه ايجابيه، يعني عشان ابقى صريح معاك، يعني تمام، ارتفاع المؤشر ده معناه ان بالفعل النهارده التكلفه زادت على المواطن 0.5% بالنسبه للمقارنه السنويه ولم تنخفض، انما على الوجه الاخر ما اعلنته الدوله المصريه بالنسبه لاسعار التضخم او مستوى التضخم فهو بالفعل انخفض، ولكن انخفض فيما يوضح المؤشر السابق اللي هو ثقه المستهلكين فيما يوازي ان اسعار السلع الخضروات واللحوم والمشروبات هي التي انخفضت فقط. يعني المواطن النهارده ضحى بسلة الغذاء بتاعته والمشروب بتاعه أمام الاحتياجات الثابتة اللي بتتطلبها منه يوميا أو شهريا، فده هو ده اللي أدى لانخفاض التضخم على المستوى الشهري وارتفاع مستوى ثقة المستهلكين على الشهري مقارنة بالسنوي، بس ليس بشكل إيجابي ولكن بشكل سلبي نتيجة ارتفاع الأسعار وليس نتيجة انخفاضها كما يقارن به مستوى التضخم. طيب خلينا ننتقل للرقم الثاني وهو الرقم المتعلق بانخفاض دعم المحروقات. انخفاض كبير جدا، يعني الأرقام الفارق بين الأرقام عدة مليارات، كثير من المليارات. إلى أين تذهب هذه المليارات؟ هل يتم توجيهها لبرامج الحماية الاجتماعية زي ما حتى صندوق النقد الدولي وجه، ولا إيه مصيرها بالظبط؟ هو طبعا احنا عارفين ان الدولة تقريبا انتهت من الدعم بالنسبة للمحروقات وجزء فاضل منه للكهرباء.
فبالتالي احنا بنتكلم ان الجزء اللي انخفض من المحركات قرابه حوالي 89 مليار جنيه، جزء منه ظهر بالفعل في الربع الاول. انت عارف حضرتك الموازنه الميزانيه المصريه بتبدا من 1/7 وليس بتبدا من 1 يناير كما يحدث في باقي دول العالم، او حتى شهر مارس كما يحدث في بعض دول العالم. احنا عندنا النهارده ما تم الاعلان عنه 7 مليار وربع، ده بالفعل هي حصيله الربع الاول فقط لا غير، اللي هو من شهر 7 حتى شهر 9. فبالتالي الحصيله كلها بالمقارنه ل 13 مليار عن العام الماضي هي ما زالت حتى الان لم تعبر عن كميه تخفيض او رفع الدعم بالكامل او الجزء بالنسبه للمحروقات والجزء بالنسبه للكهرباء. يعني احنا لسه قدام موازنه كامله هتنتهي في 30/6 القادم، من الممكن ان ترى فيها رقم 89 مليار اللي تم رفعهم بالكامل في قرار رفع الدعم عند منطقه تقريبا منتج نفطي في حدود منطقه ال 68 دولار للبرميل كما هو مذكور في الموازنه. حتى الان المنتج النفطي زي ما احنا شايفين في قمته حتى بعد قرارات تخفيض نص مليون برميل وما شابه ذلك يوما عند منطقه ال 64 دولار. يعني حتى الان الدوله المصريه تتمتع باسعار تحت اسعار داخل هذه الموازنه، يعني من الممكن ان نشهد ارقام اكبر من الارقام في التخفيض التي تم نتيجه المخصص او ما هو بالفعل تم تسعيره داخل الموازنه المصريه، نلاقي الرقم ده ممكن يتجاوز منطقه ال 100 مليار وليس 89 مليار كما هو موجود داخل الموازنه في الفتره الحاليه. ده النهارده بنتكلم، ما هو دايما اللي بيهم الناس اللي هيتوفر ده، ماشي هيظهر في الموازنه لكن هيظهر فيها فين؟ هل في بنود توصل لجيوب الناس بشكل او باخر فيحسوا انه هذا الدعم جالهم من طريق اخر، ولا هيتم استخدامه؟ لان احنا عارفين في فوائد ديون كبيره جدا، بنتكلم ما بين 800 900 مليار، فالرقم ده ممكن يبتلع داخل الموازنه فلا يشعر حتى بيه المواطن. بالفعل احنا هيبقى عندنا رقمين تقريبا، الرقم اللي هو تم تحديده داخل الموازنه او ما تم رفعه اللي هو 89 مليار، وعندي رقم من الممكن ان يتم الوصول اليه لقرابه حوالي 105 او 110 مليار طبقا لاسعار البترول الحاليه، فيما اختلاف عنها ال 4 دولار عن سعر برميل في الموازنه وسعر برميل الحالي. احنا بنتكلم لو تم بالفعل فوق ال 100 مليار، احنا بنتكلم الرقم الفرق ما بين 89 حتى ال 100، ده هيخفض لي جزء من عجز الموازنه لان الرقم كان محطوط داخل الموازنه كان اقل من ذلك. دي نمره واحد. نمره اثنين، لو تم بالفعل النهارده ان احنا اعتمدنا ان تم تثبيت سعر المنتج النفطي على الاسعار الحاليه، فبالتالي النهارده تتمتع مصر بفرق سعر الدعم وفرق السعر السوقي، اعتقد ده بيتم توجيهه كما كان موجود في الموازنه التي تم اعدادها في شهر مصر الماضي، جزء منه رايح للتعليم وجزء منه رايح للصحه. وتم بالفعل تقريبا زيادة المخصصات الخاصة بموضوع التأمين الصحي والتوسع في مناطق أخرى لم يتم كان الإفصاح عنها في بداية العام للتأمين الصحي فيما يخص مناطق القناة. فالنهاردة ابتدينا نتكلم عن مناطق أخرى زي الأقصر وما شابه ذلك من بعض المحافظات الجديدة اللي دخلت ضمن المنظومة. ولكن هل سيستمر بالفعل النهاردة برميل النفط عند هذا السعر أم سيتجاوز بالفعل الأسعار المحددة داخل الموازنة؟ مش عارفين لسه 2020 ماذا سينتج عنها بالفعل من بعد الحرب الاقتصاديه او الحرب الشرسه ما بين اقطاب الاقتصاد على مستوى العالم. بنتكلم النهارده هل المواطن سيشعر بالفعل بفروق الاسعار؟ اعتقد ان حتى عمليه التسعير او اليه التسعير التي تمت وتم تخفيض ربع جنيه تقريبا عن سعر اللتر ما تمش يعني نهائي ان المواطن حس باي حاجه، بدليل حاجه واحده بس اللي احنا بنتكلم عليه، انا ما شفتش الحكومه النهارده خفضت اسعار النقل بالنسبه للنقل الحكومي، النقل الاتوبيسات النقل وما شابه ذلك لو نقل الجماعي الحكومي، التذكره ما رخصتش، فبالتالي المواطن ما حسش، ما شفناش النهارده بالفعل اسعار الكهرباء نتيجه اعاده عمليه التسعير للدعم او الربع جنيه اللي تم تخفيضه في الوقود ما تمش بالفعل. ده المفروض ينعكس بقى على الفواتير، ينعكس على تذاكر النقل، زي ما لما زي لما الاسعار بتزيد الطبيعي لما بما انك ربطتها بسوق العالمي برضه يبقى في مجال انها ترخص. بالفعل وده اللي احنا بنتكلم عليه، انا ما شفتوش ولا في الكهرباء ولا حتى في اسعار تغذيه الكهرباء بالنسبه لعمليه الميه وما شابه ذلك من استخدام مضخات وما شابه ذلك، ما شفتش الكلام ده حتى موجود داخل الوزارات لاستخدامهم للوقود والكهرباء والوقود ما شابه ذلك، ما شفناش الكلام ده النهارده بتعبر كل وزاره قالت انا هتاثر بفرق الرقم ده جوه الوزاره فانا هخفض النهارده من الموازنه بتاعتي رقم كذا، ما شفناش تصريحات دي تمت خالص، ولكن هي عباره عن تصريحات فقط لا غير كمؤشرات ولا تعبر عن الحقيقه ولا تمثل المواطن المصري في اي نوع من انواع المساس من قريب او من بعيد. ولكن خلينا نتصور شيئا واحدا فقط لا غير، وهو ان ربما ان يحدث الفتره القادمه هو ان بالفعل نزول اسعار الخضروات الفتره دي اكثر من اللازم واللحوم والمشروبات، من الممكن ان يعزف المزارعين الفتره القادمه عن زراعه بعض الحصلات الزراعيه، ومن الممكن ان يعزف بعض المربيين نتيجه انخفاض الاسعار عن التكلفه عن انتاجهم لهذه المواشي او الطيور او ما شابه ذلك.
فهنا بقى ممكن تتعرض الدولة المصرية لأزمة في أسعار السلع اللي احنا بنتابعها بتخفيضها الفترة الحالية، أو حتى بالنسبة لأسعار توازن اللحوم في الفترات القادمة من حوالي تقريبا 6 أشهر القادمين. يبقى النهاردة ما يعاني منه ما هو المشكلة هي الفكرة، الفرق بين أن الأسعار تنخفض علشان أداء اقتصادي بيتحسن، وأنه الأسعار تنخفض بسبب كساد وأنه ما فيش طلب، فبالتالي لما يحصل فيه طلب الناس هتكون عزفت عن الزراعة أو التربية فتحصل الزيادة. أحييك للشرح ده، لأن هنا المصنع أو المنتج هيبتدي يعزف، فبالتالي عنده خسائر، فحتى لو حب يكمل هيحمل كافة الخسائر دي على ما هو يتم انتاجه فيما بعد، فيحصل مضاعفه للاسعار. وهنا بقى نفسي اسمع الحكومه هتقول ايه في الوقت ده، هل هي بالفعل النهارده نتيجه الاصلاح الاقتصادي والخطه الاقتصاديه ونجاحهم في وصولهم لهذه الاسعار، ام سيكون بالفعل ان هناك مضاربات وتجار جشعين يريدون ان يتربحون من الشعب وقود هذا الشعب؟ احنا بنتكلم ان سلوك المواطن المصري النهارده بالفعل يكون في استراتيجيه واضحه علشان المواطنين الحقيقه مش حمل تاني اي يعني هزات وارتفاعات في الاسعار. شكرا جزيلا الدكتور وائل النحاس، خبير اقتصادي وخبير اسواق المال، شكرا جزيلا. الكاتب الصحفي خالد البلشي قدم شكوى رسمية إلى نقابة الصحفيين طلب فيها بتفعيل ميثاق الشرف الصحفي في مواجهة هجمات الإعلام المصري ضده، وضد أيضا عدد آخر وعدد كبير من الصحفيين والحقوقيين والناشطين. وقالت الشكوى التي خاطبت النقيب ضياء رشوان وتضامن معها عدد كبير من أعضاء النقابة: أختصمكم جميعا في هذه الشكوى قبل أن أختصم زملاء أجبرتهم ظروف المهنة على أن يخضعوا بالقول والفعل لجهات تدير الصحافة تحت سمعكم وبصركم من دون أن تتحرك النقابة لنجدتهم أو رفع سيوف الأذى والأيدي الظالمة عن رقابهم. حول هذه الشكوى اللي زي ما قلنا مش بس بتخص خالد البلشي، لكن تضامن معها أيضا عدد من أعضاء مجلس النقابة، عدد من الصحفيين والناشطين اللي تعرضوا لحملات التشويه. حول هذا الموضوع انضم إلينا عبر خدمة سكايب الكاتب الصحفي الأستاذ حسام الهندي. أهلا بك أستاذ حسام. زي ما قلنا هي مش حالة تخص خالد البلشي قد ما هي بقت طريقة عمل لكتير من وسائل الإعلام، هي حملات التشويه، الحملات الممنهجة تجاه أي شخص فقط ترتبط اسمه بالمعارضة. ده طبعا بالتأكيد، وده بيحصل بقاله فترات طويلة، سواء في النظام الحالي، سواء حتى من بعد ثورة يناير، وكمان كان بيحصل أيام مبارك. فكرة استخدام وسائل إعلام لمحاربة المعارضة ده أمر النظام بيعمله طول الوقت، لكن طول الوقت كانت الملاحظات واستخدام وسائل إعلامية أو صحف هي في الأساس ليست ملك للنظام، هي ملك للدولة، وبيسموها اللي احنا بنسميها الصحف القومية. الحملة مع خالد البلشي واللي بينضم ليها ويختفي ويطلع ويدخل في بعض المرات عمرو بدر ومحمد سيد عبد الحفيظ وكمان محمد سعد عبد الحفيظ وكمان محمود كامل، هي تقريبا بتبقى ضد الشخصيات البارزه واعضاء مجلس النقابه، سواء اللي موجودين دلوقتي او خالد البلشي اللي غير موجود جوه مجلس النقابه، اللي دورهم طول الوقت محاوله الدفاع عن حقوق المهنه الاساسيه، وهي دفاع عن الحريات، دفاع عن الصحفيين المتواجدين، وايصال صوت اغلب الصحفيين المعتقلين، سواء بقرارات من المحكمة أو سواء بقرارات من النيابة. لكن في النهاية الحملة المرة دي تبدو أكبر، لكن الحقيقة أن خالد البلشي تعرض لكذا حملة من قبل كده، وتعرض حتى أسرته في بعض المرات لحملات، والحملات بتبدو بشكل مباشر جدا أنها ممنهجة، يعني بيحصل الحديث بيكون وارد في جميع في عدد كبير من وسائل الإعلام، وبيطلع فجأة كده من غير مناسبة. يعني أحيانا ما بيكونش خالد البلشي عمل حاجة أو حد تاني تحديدا يعني عمل حاجة، وفجأة تلاقي كل الوسائل الإعلام المقروءة كلها عاملة تقارير متشابهة جدا من غير اسم محرر في اتجاه واحد، يعني بيبان جدا انها موجهه. مش عارف، انا رايي ان هي لا، طول الوقت ان هي بيكون ليها هدف، بيكون في تقرير طالع قريب من جهات دوليه، بيكون في مثلا حديث عن تيران وصنافير. انا فاكر وقتها وحصل لو تفتكر موضوع المقال المفبرك اللي كان على موقع البديل اللي كان خالد البلشي
سابه من سنين، برضو فترة قبل الانتخابات، قبل انتخابات نقابة الصحفيين التجديد النصفي اللي كان في مارس اللي فات. لا هو بيبقى الموضوع مفهوم ومنطقي، والمرة دي كان في يبدو ان هو في اطار الازمة اللي كانت حاصلة حوالين التقارير الدولية اللي كانت بتطلع ضد الصحفيين، وكذلك في حملات طول الوقت ممنهجة ضد الصحفيين بتحصل واعتقالات، وكان اخرهم زي ما احنا عارفين زملاء وأصدقاء لينا كلنا وصحفيين بيشتغلوا في مصر وتم اعتقالهم من على القهوة زي سلافة مجدي وحسام الصياد، وقبلهم كان كتاب زي الزميل خالد داوود عادل صبري و... وكذلك عدد بالظبط بالظبط. يعني الحملات ممنهجة، ومع كل حملة بيكون فيها يبدو شيء منطقي، لكن هو إلى حد كبير بيكون الضغط على في الناحية دي من خلال الصحف، وسائل الإعلام المرئية إلى حد ما ما بتاخدش المواقف دي، وده برضو ملاحظة ما مش عارف ممكن نفسرها إزاي. طيب يعني خلينا نتكلم برضو، انه انت اشرت انه في العصور السابقه وحتى في عصر مبارك كان طبيعي بتستخدم وسائل الاعلام الحكوميه بشكل خاص لتشويه المعارضه، لكن دايما كان في كده نقول ايه، بروتوكول غير مكتوب كده، ان الصحفيين ما يجوش على بعض، ان الصحفيين ما يشتموش بعض. كان مثلا لما حد يتكلم عن ابراهيم عيسى مثلا وقت قضيته بشكل سلبي كان بيبقى فيه غضب من الصحفيين حتى اللي عنده في مؤسسته. لو تفتكر لما كان بيتعمل صفحه للصحافه، وهي صفحه تتعلق بنقد الاداء المهني عموما للصحف، كان بيبقى فيه حرص جدا جدا انه ما يساءش للصحفيين بشكل مباشر. الكود ده انتهى تقريبا. بص هو برضو هو ما كانش بيحصل قوي، يعني ما كانش الموضوع بخطوط حمراء بالشكل اللي احنا يعني ممكن نصفه كده. لا تم احمد موسى ايام ازمه الاعتداء على الصحفيات ده امام نقابه الصحفيين، احمد موسى وقتها كان عضو مجلس نقابه على ما اتذكر، وكان ليه دور سيء للغايه سواء في تصريحات او محاوله لمنع تضامن النقابه مع صحفيات وقتها. لا يعني لا انا رايي ان تعامل الدوله بشكل عام ايام مبارك كان فيها نوع من محاوله العقلانيه، لكن احنا حاليا احنا لا نتعامل مع دوله. يعني هي الواحد مش محتاج يقول يعني تعريفات غير 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 منطقيه او غير مهنيه، لكن الحقيقه ان التعامل حاليا هو غير منطقي وغير مفهوم. هي الدوله بتعمل ليه حملات على ناس معينه بتوقفها في وقت معين احنا ما حدش يعرف، لكن هو لا ما فيش كود ما فيش اي حاجه، والله الواحد يتمنى ان تفضل الحمله في اطار التشهير والتشويه بس، لا ما تتنقلش الجزء تاني احنا ما نحبوش الا وهو الاعتقال او القبض على حد من الزملاء. يعني الوضع بقى سيء للغايه، وازمه الحريات والدفاع عن الحريات وحق النشر وحق الدفاع عن الصحفيين، الموضوع بقى سيء وملوش منطق ومحدش عارف هيوصل لفين. طيب هو خالد البلشي بيستند إلى مادة معينة في ميثاق الشرف الصحفي وقوانين النقابة نفسها، وبيتضامن معاه زملاء أعضاء في المجلس أيضا، وزي ما قلت أنه حتى هذه الحملات بتطال أعضاء في المجلس نفسه في مجلس النقابة. هل النقابة في إيه حاجة؟ هل ضياء رشوان الموجه له الشكوى أو هذه يعني الاستغاثة إنشاء أو إنجاز التعبير، هل في إيديه آليات؟ هل النقابة في إيديها آليات ولا الوضع الحالي ما يساعدش؟ لا النقابة في إيديها، النقابة في الأساس هي من ممكن اعتبارها هي نيابة مهنية من حقها إن هي تطلع على الشكاوى وتفعل مواثيق ميثاق العمل الصحفي، اللي هو في مواد كتير جدا تم تطبيقها على صحفيين تانيين. وعلى فكرة هو في خلال الفترة دي أو في خلال حكم الرئيس الحالي، يعني احنا عندنا ان كان في تحقيق مع رئيس تحرير النبأ لنشر صور اعتبرتها هيئه تاديب وقتها صور غير لائقه وصور فاضحه، وتم وقفه لمده 9 اشهر تقريبا، 9 اشهر تقريبا فعلا. وبرضه كانت النقابه تستدعي بعض الشخصيات التانيه من صحفيين او رؤساء مجالس ادارات في بيحصل مشاكل بينهم وبين الصحفيين حوالين الاجور والتعيينات وما الى ذلك. لا يعني هل يمكن النقابه ان هي تتفاعل؟ يمكن النقابه ان هي تتفاعل، بس هو في النهايه قرارات النقابه يعني هتوصل لفكره التنفيذ، هل النقابه تقدر تتفاعل فعلا؟
ضد رئيس تحرير الجمهوريه وبتعلن وقف عن العمل. وهل المجلس اللي بيديره كاتب الصحفي كرم جابر هل ممكن ان هو فعلا ياخد بالقرار ده؟ طبعا دي اسئله وضعها ووضع الصحفيين اللي بيتم التحقيق معاهم او اصدار قرارات بوقفهم عن العمل، قوتهم ومكانتهم ومكانة جرايدهم تختلف إلى حد ما عن هذه الحملة. لكن في النهاية من المفترض إن الأستاذ ضياء رشوان خلال فبراير قبل الانتخابات كان من أكثر الضوابط أو من أكثر الوعود اللي وعد بيها هو تطبيق ميثاق الشرف الصحفي. والأستاذ ضياء بالرغم إن هو يعتبر إلى حد ما دلوقتي هو على راس جماعتين او على راس تنظيمين، وتنظيم بيمثل فيه الدوله وتنظيم بيمثل فيه الصحفيين، الا ان هو وضعه الحالي من المفترض ان هو يدفع في سكه تطبيق ودخول النقابه كطرف في تحقيق العداله او تحقيق الضوابط المهنيه بين الصحفيين على الاقل. الزميل محمود كامل كان نشر مذكره ان هو كان طلب من سكرتير عام النقابه الاستاذ محمد شبانه ان هو يكون في حصر بعدد الشكاوى المقدمه من المواطنين والصحفيين حوالين فكره ازمه تطبيق ميثاق الشرف الصحفي. والمفترض ان هو طلب، هو حاليا مجمد عضويته لاسباب كتير، المفترض ان هو طلب ان مجلس النقابه يعرض هذه الشكاوى ويتم التحقيق فيها. هل هيتم ده؟ تمام، ممكن يتم، لكن هل هيتم اتخاذ قرارات ضد وكمان لما تاخد قرارات هل ايه ادواتك انك تلزم الصحف او يعني يكون عندك اليه لتطبيق هذه القرارات؟ ده برضو سؤال مهم. بشكرك شكرا جزيلا استاذ حسام الهندي الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر خدمه سكايب. قبل ان نخرج لفاصل نترككم مع انطلاق فعاليات الدوره السابعه من ملتقى بكره احلى لذوي القدرات الخاصه بدار الاوبرا المصريه، ويشارك بالملتقى مبدعون من 7 دول عربيه بالاضافه الى مصر في مجالات الفنون التشكيليه والمسرح والاستعراض والموسيقى والغناء والشعر والقصه القصيره. كاميرا بتوقيت مصر كانت هناك لنرى بماذا عادت. مشارك النهاردة بصورة فوتوغرافية عبارة عن مركب. الملتقى ملتقى بكرة أحلى، يعني أنا شايف إن هو حاجة كويسة جدا إنه بيحفز ذوي الإعاقة إن هم يستمروا في أو يحبوا الفن ويشاركوا بجميع فروعه، إذا كان رسم أو تصوير استعراض الكلام ده كله يعني. أهلا بكم من جديد. يحتفل العالم في 10 ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وبالتزامن مع هذه الذكرى نتساءل حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر في ظل الهجمات المتكررة التي تشنها الأجهزة الحكومية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات العاملة في هذا المجال. أسئلة كثيرة سنطرحها في هذا الجزء من البرنامج، لكن بعد التقرير. انتهاكات حقوق الإنسان في مصر فاقت التصورات. بهذه العبارات انتقدت 7 منظمات حقوقية الأوضاع في البلاد. وقالت المنظمات إن اليوم يأتي والانتهاكات تشمل الجميع، ما بين القبض العشوائي والاختفاء القسري وتلفيق القضايا والمحاكمات الاستثنائية والعسكرية وأحكام جائرة بالإعدام.
بالإضافة إلى الإهمال الطبي في السجون ورفض النيابة التحقيق في مئات البلاغات لديها بالانتهاكات. وأضافت المنظمات أن من بين تلك الانتهاكات أوضاع التعليم والصحة والظروف المعيشية القاسية التي يعيشها المواطنون. وبمناسبة يوم حقوق الإنسان، وجهت أسرة المحامي والحقوقي المعتقل محمد الباقر مناشدة للسلطات لإطلاق سراحه، حيث تم القبض عليه في نيابة أمن الدولة العليا أثناء حضوره مع الناشط علاء عبد الفتاح في شهر سبتمبر. كما بثت زوجة الناشط المعتقل شادي الغزالي حرب تسجيلا مصورا انتقدت فيه مأساة المعتقلين وأسرهم. كل من اشترك في هذه الجريمة لا يدفع الثمن، جريمة تجريف البلد وبيعها وتجويعها وتجهيلها وإمراضها وإفقارها لكل 100,000 معتقل، كل واحد جوه على الأقل يؤثر في 100 بني آدم بره. منظمة كوميتي فور جاستس من جانبها رصدت 958 حالة وفاة داخل مراكز الاحتجاز منذ 30 من يونيو عام 2013، واصفة إياها بأنها مراكز موت. وانتقدت المنظمة تواطؤ السلطة التنفيذية في تلك الكارثة ولتوفيرها الملاذ الآمن لهروب المسؤولين عن الجرائم من المساءلة. أما المنبر المصري لحقوق الإنسان فقد أشار إلى أن استمرار جرائم حقوق الإنسان أنهك تماسك المجتمع المصري وورط مؤسسات الدولة لا سيما الأمنية والقضائية في مزيد من الخصومة المباشرة مع قطاعات من المجتمع خاصة من الشباب. 90 دولة كانت قد قدمت ملاحظات على سجل مصر الحقوقي خلال الجلسة 34 للاستعراض الدوري الشامل بالأمم المتحدة الشهر الماضي، وتم توجيه نحو 140 توصية وملاحظة حول ملفات حقوق الإنسان بمصر. يمكن الفيديو اللي نشرته أو أذاعته زوجة الناشط الدكتور شادي الغزالي حرب أول أمس أثار موجة كبيرة جدا من التعاطف وانتشر بشكل كبير جدا على شبكات التواصل الاجتماعي. معنا الآن الدكتورة فاطمة هشام زوجة الدكتور شادي الغزالي حرب، رحب بك يا دكتورة. أهلا بك. يعني طبعا كلنا شفنا الفيديو، ناس كتيرة جدا شافت الفيديو. شادي معتقل من فترة طويلة، يعني لماذا هذا الغضب الآن؟ إيه اللي جد حسسك بالظلم لهذه الدرجة؟ هو شادي بقاله سنة وسبع شهور تقريبا بالظبط في حبس انفرادي، بس هو يعني هو مفيش حاجة حصلت في ساعتها بتوصلك بكده، هي تراكمات. وأكبر مشكلة أنا وقعت فيها إن أنا فترة طويلة قوي ساكتة، يعني مش بكتب على الفيسبوك، مش بتكلم مع حد قوي، مش بعبر عن احساسي بالقهر والظلم اللي متعرض له انا وشادي والولاد. كان نموذج صغير عن اللي بيحصل لمعتقلين كتير. فهو اللي حصل كانت لحظه انفجار، يعني حاجه طلعت مني غصب عني، مش حتى محسوبه اطلاقا. طب توقعتي هذه، يعني هذا الانتشار الكبير جدا للفيديو، ناس كتير قوي كتبت عنك وعن الفيديو وعن شادي تزامنا مع الفيديو ده، اثر بشكل كبير؟ انا يعني ظهرت ساعتها وما زلت مستغربه جدا، ما كنت متخيله كده خالص. كنت بس بنفس عن نفسي زي ما انا قلت في الفيديو، كنت مخنوقه ومش عارفه اعمل ايه، وانما يعني ما جاش في بالي ابدا كميه المشاهدات، كميه التعاطف، كميه الرسائل، ناس لغايه دلوقتي عماله تبعتلي طلبات صداقه طول الوقت طول الوقت كل ثانيه. الفيوز بتزيد، الرياكت على الفيديو بيزيد، الناس بتبعتلي كلام طلع جميل جميل، يعني كله تضامن وكله حب، يعني ناس القسم المشترك في معظم الرسائل الناس بتعتذر لي عن عجزهم، والقسم المشترك الاكبر برضه ان الناس كتير بتقول انها بكت وانها ما نامتش ليلتها. وانا فعلا يعني انا ما كنتش عايزه اضايق حد، وما كنتش عايزه احرم حد منه، وانا مش عايزه حد يعتذر، ومفيش حد مقصر، ومفيش حد غلط في حاجه. هو ظلم وطيب للجميع، وكفايه احاسيسهم الجميله دي موجوده، لان ده بيساعدنا فوق ما اي حد متصور. لان تخيل لو انت معرض لكل ده وانت لوحدك او الناس مش متعاطفه معاك، الوضع هيبقى غير محتمل الحقيقه.
ايه اكتر رساله تضامن او رساله دعم جات لك يا دكتوره ويعني اثرت معاكي وعلقت معاكي؟ انا مش عايزه اذكر اسماء عشان ما بعلش حد، بس في رسالتين اذهلوني من كم الالم اللي اصاب الاشخاص نفسهم من الصياغه بتاعه البوست، ما كانش بوست كان تقريبا مقال، كم الالم الاشخاص فيه وكم تعاطفهم معانا، ولاني طبعا اعرفهم شخصيا واصدقاء عزاز جدا على شادي ولي انا طبعا خالد محمد الجرحي وعمر صلاح. واللي اثر فيا برضو جدا كميه التضامن والحب والدعاء، يعني ناس كتير قوي دعت لنا وناس ما تعرفناش، ده برضو اثر فيا جدا جدا. ناس كتير قوي كتبت لي جمله دموعك غاليه علينا، ده اثر فيا قوي قوي. ف يعني حاجات كتير قوي، يعني مش عايزه انسى حد بجد بجد، كل كلمه اتكتبت وكل حرف جت، يعني بشكر صاحبه او صاحبته جدا. طب خلينا نستغل الفرصه برضو نطمن على شادي، امتى اخر مره شفتيه؟ حالته عامله ازاي؟ نفسيه امبارح صحيه الامور ماشيه ازاي؟ شادي انا شفته امبارح وكنت رايحه له الحقيقه، وانا كنت لسه يعني حاسه نفسي مش كويس خالص، لان انا من ساعه الفيديو كنت اسوء بقى بعدها، يعني كنت تعبانه جدا وحزينه جدا، بس انا دخلت له الحقيقه وانا ببكي. يعني هو اللي هو معايا وحاجات اللي انا عملته، عارف عارف موضوع الفيديو بتاع الناس وكل الكلام ده. انا اللي قلت له انا ما كنتش اعرف كم الرد فعل ده لسه الماجنتيود بتاعه او الساعه بتاعته، كنتش اعرف، كنت اعرف بس ناس بدات تتفاعل لاني دخلت له زياره من بدري وانت عارف ما يبقاش معانا موبايل. لكن كان اللي مسيطر عليا ساعتها ان انا ممكن الفيديو ده يأذيه، لان المشكله اللي عايزه اسلط عليها الضوء يا استاذ سامر اللي بيقع فيها كل اهالي المعتقلين، انك تبقى فعلا باينه شقايا الروحه. انت عارف اللي زنقك في كورنر وعمال يضربك وحتى قافل بقك ممنوع تقول اي او تصرخ او خايف تعبر تتكلم علشان الامور بتاعته ما تسوقش جوه اكتر. بالظبط كده، انت بتبقى مرعوب لان اعز شخص عندك في الدنيا هو في ايدهم، هو اوريدي وقع عليه الحبس هو جوه. مش مثلا تخاف تكتب لا تتحبس، لا، انت حد من اهلك جوه، فانت بتبقى مش عايز تنطق. ف يعني رحت له وانا يعني بعترف له اني عملت غلط، انا خايفه من تاثير ده عليه، لكن قد ايه هو كان متفهم واستوعبني وهداني وهي دي حاجته الحقيقه. يعني الموضوع تعبني وانا ماشيه، ان انا ماشيه وسايباه وكل اللي تفكيري ليه حد كويس كده وروحه جميله كده يبقى في السجن. والله هو سؤال كل الناس بتساله يا دكتوره، ويا ريت تبلغيه تضامننا الكامل وسلامنا، وان شاء الله يكون موجود وسطنا قريب على خير. بشكرك شكرا جزيلا دكتوره فاطمه هشام زوجة الدكتور والصديق شادي الغزالي حرب. خلونا نرحب ايضا عبر الاقمار الصناعيه من تونس بالدكتور معتز الفجيري الامين العام للمنبر المصري لحقوق الانسان، وايضا عبر الاقمار الصناعيه من جنيف احمد مفرح المدير التنفيذي لمؤسسه كوميتي فور جاستس. خلينا نبدا معاك يا دكتور، نرجع تاني للكلام عن اليوم العالمي لحقوق الانسان واوضاع حقوق الانسان في مصر. يمكن مداخله دكتوره فاطمه جانب او بتبين جانب كده احنا وصلنا لفين والامور وصلت لاي درجه، انه حتى الاهالي اللي بره بيكونوا بيحسبوها وخايفين جدا انهم يتكلموا عن سوء المعامله جوه علشان ما يتعرضوش لسوء معامله اكتر. الدلاله الاولى من القصه، قصه دكتور شادي الغزالي حرب وغيره من الاف من المعتقلين، انه انتهاكات حقوق الانسان ليست ارقام، ولكن كل حاله وراءها قصة إنسانية، وراءها أب وأم وزوجة وأبناء حياتهم بتقف، وأحيانا بيتم تدمير الحياة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. فقضية حقوق الإنسان أصبحت قضية مركزية بالنسبة للمجتمع المصري اليوم. في معظم حكام مصر، وهي بقى يعني بشكل رئيسي طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن أكثر من مرة أنه لا يقتنع بأنه المواطن المصري يستحق نفس الحماية ونفس الحقوق الواردة في اتفاقات الدولية لحقوق الإنسان أو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. أذكر المشاهدين بتصريحاته في فرنسا في أول لقاء مع الرئيس ماكرون،
وقمة شرم الشيخ في القمة العربية الأوروبية عندما تحدث أنه حقوق الإنسان دي مسألة رفاهية وأنه الواقع في أوروبا أو في الغرب غير الواقع المصري. حقيقة ما نرى اليوم في مصر أن حقوق الإنسان أصبحت من أهم الأولويات الخاصة بالمجتمع المصري، لأنه الانتهاكات الشرسة والتي فاقت كل التصورات كما تحدث تقريركم منذ قليل هي تمس بشكل رئيسي أمن المجتمع المصري، السلام الاجتماعي، مستقبل المجتمع المصري ومستقبل الأجيال في هذا المجتمع. عندما تقف اليوم الدولة في خصومة مباشرة مع المجتمع بكافة قطاعاته وخاصة فئة الشباب، عندما تتورط مؤسسة القضاء والمؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية في انتهاكات يومية تطول العشرات والآلاف من المصريين، فهذا المجتمع في خطر ومستقبله في خطر. حقوق الإنسان ليست قضية رفاهية لأنها تتقاطع مع الاقتصاد، مع الصحة، مع التعليم، مع الأمن الشخصي للمواطن. اليوم نرى أنه حتى المواطن وهو يسير في الطرقات أجهزته أصبحت مستباحة، موبايله أصبح مستباح لأجهزة الأمن، الكثيرين بيتم اعتقالهم بشكل يعني ليست لهم أي صلة بالعمل السياسي وبيتم اعتقالهم. هناك من له صلة بالعمل السياسي بشكل سلمي وبيتم فبركة قضايا له، ولدينا طبعا نموذج تحالف الأمل من اسم الأمل، الدولة تحارب الأمل عندما قامت بإلقاء القبض على مجموعة من الشباب يعملون في إطار النظام السياسي يدعون لتحالف من أجل الانتخابات البرلمانية، تم تلفيق لهم قضية بموجب قانون الإرهاب. مصداقية الدولة وهي تحارب الإرهاب اليوم في خطر أيضا، لأنها تستخدم نفس المنظومة التشريعية لمحاربة الإرهاب في مواجهة ناشطين سلميين وفي مواجهة صحفيين وكتاب وحقوقيين. فإذا حقوق الإنسان ليست قضية رفاهية، هي الآن قضية تمس أمن المجتمع المصري وتمس تنميته وتمس مستقبل الأجيال. طيب دكتور معتز خليك معايا، هروح للأستاذ أحمد مفرح. أستاذ أحمد برحب بيك. دكتور معتز الفجيري قال انه قضيه حقوق الانسان قضيه مركزيه للمجتمع المصري وانها لم تعد او هي طول عمرها لم تكن رفاهيه، لكن حتى تحديدا في هذه الاوقات ليست رفاهيه، هي قضيه مركزيه عند المجتمع المصري. الى اي مدى انت شايف ان ده متحقق على الارض؟ هل فعلا الناس في الشارع، بنتكلم على الناس بقى مش المسيسين حتى ومش المؤدلجين، الناس في الشارع عندهم وعي يعني ايه مجتمع حقوق الانسان ويعني ايه عدم انتهاك حقوق الانسان وايه هي اصلا حقوق الإنسان؟ هل ده واصل إلى قطاعات الشعب المصري المختلفة؟ في البداية تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين والضيف حضرتك الدكتور معتز. فيما يخص ثقافة حقوق الإنسان في حد ذاتها، فبالتأكيد احنا ما نقدرش نقول إنها ثقافة متجذرة بداخل المجتمع المصري، لكن أستطيع أن أقول بشكل واضح أن الوعي بالحقوق زاد خلال الفترة الماضية، وهو الأمر المهم من وجهة نظرنا في التعاطي مع الانتهاكات اللي بتتم من قبل الأجهزة الأمنية أو من قبل الجهاز الإداري للدولة بحق الدستور وبحق القانون وبحق المعاهدات والمواثيق الدولية اللي وقعت عليها مصر. على سبيل المثال أنا أضرب أن مثلا هناك وعي الآن في ما بين قوسين في الشرائح المجتمعية المعارضة لدى النظام في تعاملها مع الانتهاك اللي بيتم لمعتقلينها وذويها وأهلها داخل السجون ومراكز الاحتجاز في مصر بمختلف أماكنها، في قيام قوات الأمن بإلقاء القبض على الأشخاص، تتعامل الأسر ويتعامل المحامين وغيرها، وده جاء بسبب الممارسة وبسبب أنهم بشكل أو بآخر وضعوا أو أجبروا على أن يتعلموا ويعرفوا ما لديهم من حقوق وما لدى السلطة من إمكانيات من مواد دستورية تؤطر عملها الذي تقوم به فيما يخص بالذات الحالات المتعلقة بإلقاء القبض أو خلافه، وده اللي ممكن يكون بشكل أو بآخر أدى إلى قيام الدولة بمحاولة شرعنة الانتهاكات التي يقوم بارتكابها علشان تقدر أنها تؤدي يعني تقدم للمجتمع بأن ما تقوم به من انتهاكات هو أمر يتم طبقا للواقع القانوني، وأيضا تقدم مثل هذا النمط من الانتهاك التشريعي إلى المجتمع الدولي حتى تقوم بتجنين ممارساتها القمعية
اللي بتقوم بيها بشكل يومي. وده مثلا على سبيل المثال يعني كان واضح جدا في قيام الأهالي في الانتهاكات اللي بتتم كما أوضحت داخل السجون ومراكز الاحتجاز، من قضايا تعذيب، من حقهم في الزيارة، من حقهم في الـ يعني إدخال المواد والأطعمة وخلافه، من حقهم في المطالبة بالتريض لزويهم. وأيضا هناك عدد أستطيع أن أقول أنه كان الملهمين للمبين الضحايا في مصر زي العديد من منظمات حقوق الإنسان في مصر التي ما زالت تعمل حتى الآن، المحامين وكذلك بعض أسر الضحايا اللي بيشتغلوا بشكل أساسي على تعريف زوي وباقي أسر الضحايا بحقوقهم. أنا يعني أستطيع أن أقول بشكل كبير جدا ما تقوم به أسرة الأستاذ أحمد سيف عليه رحمة الله من التعامل مع قضية علاء وغيرها هو نوع من أنواع الإلهام، توعية كمان بس للناس. الإلهام يعني للأسف في انتهاك بتم توعية وأيضا مع سبيل المثال ما يتم به ما يقوم به مركز النديم، ما تقوم به المنظمات مركز القاهرة، ما يقوم به الزملاء، ما تقوم به كوميتي فور جاستس المنظمة التي أعمل معها فيما يخص التعريف بالحقوق وأيضا إظهار نتيجة الانتهاكات اللي بترتكب وتعرفها لدى الرأي العام وأيضا تعرفها لدى المجتمع الدولي. طيب دكتور معتز، في سؤال مهم هنا، هل تجربة السنين اللي فاتت من 2011 وقبله وحتى الآن تخلينا نتأكد أنه قرار احترام حقوق الإنسان وإعلاء دولة القانون هو قرار سياسي أو قرار دولة أكتر منه ضغوط من مؤسسات أو جهات خارجية بتعمل بنتكلم يعني على الدول اللي هي بتعمل والحكومات اللي بتعمل وفق مصالحها، أو أنه في الحالة الداخلية مفيش مصادر قوة عند الأحزاب وعند المنظمات المجتمع المدني، بالتالي إلا أن تكون الدولة نفسها عندها رغبة في أن هي تعلي دولة القانون وتحترم حقوق الإنسان، هل في أدوات تانية بتلزمها بده؟ وضعية تطور وضعية حقوق الإنسان سواء تقدم أو تأخر هي بتكون مرتبطة بالسياق السياسي، مرتبطة بالمتغيرات السياسية. نعلم أنه بعد عام 2011، بعد ثورة 2011، كانت هناك فترة قصيرة حدث فيها انتعاش ما في بعض الحقوق، يعني الحقوق السياسية بشكل خاص، حرية التنظيم للأحزاب، لكن بسبب التعثرات اللي حدثت بعد ذلك والاستقطاب اللي حدث ما بين القوى السياسية، وجد المجلس العسكري وقتها فرصة للعودة مرة أخرى وللتحايل على الفترة الانتقالية، وانعكست الصورة بشكل كامل بعد 2013 وأصبح حالة حقوق الإنسان تشهد تدهور كبير. تحسن وضعية حقوق الإنسان في مصر اليوم يرتبط بقضية أشمل، وهي قضية السياسة في المجتمع المصري، قضية التحول الديمقراطي، قضية العلاقة ما بين الدولة ومن يحكم في الدولة، ما بين باقي القوى الموجودة في هذا المجتمع سواء من فصائل سياسية أو قوى اجتماعية أو مجتمع مدني. اليوم النظام يدخل في خصومة مع الجميع. نرى شهدنا في الشهور الأخيرة وفي الأسابيع الأخيرة حتى تناقضات داخل النظام، بعض من هم محسوبين على النظام بدأوا في انتقاد السلطة والممارسات القمعية المبالغ فيها لإسكات جميع الأصوات. اليوم أعتقد أنه حقوق الإنسان كمدخل للتعامل مع الأزمة الراهنة بالنسبة لحركة حقوق الإنسان دائما بتعمل على كشف الانتهاكات، كشف إصدار تقارير ومحاولة تقديم الدعم للضحايا. في خصوصية المجتمع المصري اليوم أصبح على حركة حقوق الإنسان أيضا أن تتعامل مع كيف يمكن أن تبادر بفعل وتبادر بحركة من أجل أن تكون حقوق الإنسان أيضا موجودة في المرحلة الحالية ومدخل لعلاج الأزمة الحالية في مصر. ده مش نموذج استثنائي للحالة المصرية، كثير من المجتمعات اللي شهدت تجارب فيها سلطوية وانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان زي تشيلي، جنوب أفريقيا أو تونس قبل سقوط زين العابدين بن علي، وحتى اليوم في السودان وجدنا أن المجتمع المدني كان له دور كبير جدا في عملية الانتقال. حقوق الإنسان بس الآن لأنه في مجتمع مفتوح الإنسان والنشطاء المدافعين عن حقوق زي ما حضرتك أشرت أنه بعد 2011 مثلا بدأ يزدهر في تونس بعد سقوط بن علي، في السودان بعد سقوط نظام البشير، فطبيعي يكون في حركة، لكن في مجتمع مغلق زي الوضع الحالي إيه أدوات قوة منظمات المجتمع المدني عشان تحدث التأثير؟
لا كان في يعني لحظة 2011 لا تنفصل عن نشاط منظمات حقوق الإنسان في العقد اللي سابق على الثورة. يعني نتذكر حركة خالد سعيد يعني كشف حالات التعذيب وانتشار حتى فكرة حقوق الإنسان وسط الرأي العام، أكيد ده كان دور ومساهمة من منظمات حقوق الإنسان. اليوم الفكرة هنا في طرح الأفكار وطرح الرؤى في التعامل مع الوضعية الراهنة. الأزمة الحالية بتفرض تحدي كبير، إنه وربما هذا التحدي أعمق وأصعب من لحظة 2011، إن هناك مؤسسات في الدولة أصبحت اليوم في خصومة مباشرة مع مزيد من المصريين. وبشكل خاص لما بنتحدث عن مؤسسة القضاء، وعايز أشير لبيان كان صدر منذ أيام من عدد من المنظمات المصرية عنوانه أن الخطر الأكبر هو توريط مؤسسة القضاء أو انهيار مؤسسة القضاء، انهيار العدالة في المجتمع. اليوم لو تتذكر في 2011 كانت الثورة ضد الإجهزة الأمنية، كان التعامل والخصومة المباشرة مع جهاز الشرطة المصرية. اليوم أصبحت الخصومة في مواجهة السلطة العسكرية، في مواجهة وزارة الداخلية، في مواجهة القضاء، النيابة العامة، نيابة أمن الدولة. فده أمر غير صحي للمجتمع. منظمات حقوق الإنسان وحركة حقوق الإنسان بما أنها حركة غير مسيسة، هي حركة على الحياد من الجميع، تتعامل مع الجميع، عليها طبعا الدور ومسؤولية أن هي بتطرح كيف يمكن الخروج من هذه الأزمة؟ ما هي المتغيرات وما هي البرامج التي يمكن أن تؤسس لعملية انتقال سليم؟ ده يخلينا نروح مرة تانية بقى للأستاذ أحمد مفرح عشان نكلمه عن المدافعين عن حقوق الإنسان نفسهم والحقوقيين بشكل خاص. يعني الفترة اللي فاتت كان في تضييق كبير جدا، وصل لحد الحبس، وصل لحد المنع من السفر وتجميد الممتلكات، وكذلك مع المنظمات الحقوقية في ناس موجودين برا مصر مش عارفين يرجعوا، ناس جوا مصر مش عارفين يسافروا. إزاي يتعامل المدافعين مع حقوق الإنسان في ظل هذه الأجواء؟ خليني أقول لحضرتك بالتأكيد، يعني أنا طبعا بأكد على كلام اللي قاله الدكتور معتز فيما يخص وضعية المنظمات الحقوقية وأهمية دور المجتمع المدني الحقوقي. ولو ما كانش ليه أهمية ما كانش النظام قام بهذا الكم من القمع ضده خلال الفترة اللي فاتت، واللي حضرتك قلتها من شوية فيما يخص أكثر من 30 مدافع عن حقوق الإنسان في مصر ممنوع من السفر، 7 منظمات مغلقة مكاتبها ممنوعين التعامل معاها، أكثر من 7 بنوك قامت بإغلاق أرصدة، أكثر من بنك قام بإغلاق أرصدة 7 منظمات، وغيرها من القمع اللي طال عدد من المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر بعد الاحتجاجات اللي تمت سبتمبر، اللي وصل عددهم لأكثر من 20 محامي كان بيقوم بعملية الدفاع. ده الإجابة اللي هو مزيد من العمل، أن المجتمع المدني في مصر لم يقف. هو بالتأكيد كان هناك نوع من أنواع القمع الشديد الذي أثر بشكل سلبي على يعني انتشار المجتمع المدني وبين قوسين بالذات العمل الحقوقي في عمله اليومي، لكن هذا تغلب عليه أو تغلبت عليها المجتمع الحقوقي المصري بخبرته وكذلك أدوات التعامل، أدوات العمل التي يعمل بها، وأيضا استمرارية عمله على مستوى المحافظات وخلافه، واللي أثمرت بشكل أساسي على ما قدمته المنظمات الحقوقية سواء كانت في الداخل أو في الخارج في مصر من معلومات ومن بيانات ومن توصيات أسست إلى ما تم في الاستعراض الدوري الشامل الخاص بمصر في شهر نوفمبر الماضي، واللي كان أمر تاريخي من ناحية عدد التوصيات ونوعيتها، وأيضا من ناحية تعاطي الدول مع المنظمات، تعاطي الدول مع إشكالية حقوق الإنسان أو ملف حقوق الإنسان في مصر. المجتمع المدني المصري ما زال حتى الآن يؤرق هذا النظام ويؤرق النظام في مصر، لأنه مستقل، لأنه مهني، لأنه استطاع أن يخرج من القمع الذي مورس ضده بالمزيد من أدوات العمل والملاصقة والدفاع عن الضحايا والتعاطي مع الانتهاكات اللي بتقوم به. وده أمر من المفترض من وجهة نظري خلال يعني من الأمر الآن هذه الخبرة تدرس العديد من المنظمات والعديد من الجهات الأخرى الواقعة في نفس درجة القمع اللي بتقوم بها الأنظمة.
فالامر ده يعني بس على الجانب الاخر، ادى ما الى مزيد من انت شايف المهنيه ومزيد من أو القوه لدى المجتمع المدني كنت بتؤكد المصري. على فكره الحياد والاستقلال والمهنيه في اداء المنظمات. على الجانب الاخر وزاره الخارجيه مثلا مش شايفه ده، الاجهزه الحكوميه مش شايفه ده، شايفه انه هذه المنظمات تتلقى تمويلات مشبوهه، تسمع لجانب واحد، لا تقوم بتقارير منصفه، بتتلقوا هذه الانتقادات ازاي؟ هذه الانتقادات كلها يعني خليني اقول لك، انا مش عايز ان اقول كلام مكرر بقى، اللي هو النقاط المرتبطه بين الدوله اصلا بتكذب وان الدوله اصلا بتقمع، وان حتى لو اتت الامم المتحده بخبرائها بقوانينها بكل شيء وقالت ان مصر تنتهك، فهيطلع الخارجيه تقول والله الامم المتحده دي ما تعرفش حاجه زي ما الخارجيه بتقول بالظبط. فبعيدا عن اي شيء، المجتمع ما استطيع ان اقوله بشكل اساسي فيما يخص رد على سؤالك، ان المجتمع المدني المصري باستقلالياته ومهنيته وشفافيته في التعامل هو ما ادى الى ان المجتمع الدولي سواء كان السياسي الذي يقوم الان بالتعاطي مع الملف الحقوقي بشكل اساسي ويقوم بالضغط على النظام المصري لمزيد من الافراجات ومزيد من فتح المجتمع العام ورفض القوانين القمعيه زي قانون الجمعيات وغيرها، وايضا المجتمع الحقوقي الدولي ما بين قوسين المجتمع المدني المتمثل في المنظمات الدولية والمجتمع المدني في الدول المختلفة، بتتعاطى مع من؟ هل تتعاطى مع ما تقول الحكومة ولا بتتعاطى مع المجتمع المدني؟ ده أولا. ثانيا، أن المجتمع المدني المصري يتحدث عن الحقيقة، يتحدث عن الواقع الذي يعيش فيه المواطن سواء كان فيما يخص الانتهاكات اللي بتمارس ضده في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو المدنية والسياسية. شكرا جزيلا أستاذ أحمد مفرح، كنت معي عبر الأقمار الصناعية المدير التنفيذي لمؤسسة كوميتي فور جاستس، وأيضا الشكر للدكتور معتز الفجيري الأمين العام للمنبر المصري لحقوق الإنسان. شكرا لكم أيضا أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، غدا بإذن الله حلقة جديدة من بتوقيت مصر، نترككم بخير ونراكم غدا بخير.